إذا الدكتور ركب التقويم بدون ما يعمل تنظيف للأسنان، طيب بسيطة جدا، يبقى الأسنان كانت نظيفة وممتازة. علشان إحنا نركب التقويم لازم يكون سطح الأسنان ممتاز، لكن حتى لو الأسنان جات لنا نظيفة بنعمل تلميع الأول لسطح السنة علشان لو في أي بقايا أكل ولا حاجة، وبعدين بنبدأ الإجراء بتاع تركيب التقويم، وهقول لكم بيتم إزاي. لكن إذا كان عندنا ترسبات جيرية، عندنا صبغات، عندنا مشاكل، لازم نعمل لها تنظيف الأول. لكن سؤال، هل التنظيف ده دور دكتور التقويم؟ أبدا، ده دور دكتور الأسنان. فإذا كانت الحالة عندها مشاكل في الأسنان لازم تتعالج الأول قبل التقويم، وإذا كان دكتور التقويم عنده وقت إن هو يعمل ده بنفسه يبقى مشكورا ومأجورا عليه، كمان ياخد حقه عادي خالص زيه زي أي إجراء بيتم في العيادة. إذا كانت الحاجة محتاجة الحالة محتاجة تنظيف للجير وتلميع للأسنان يبقى يعمله ويحاسب الحالة عليه عادي جدا. فدي أول نقطة. طيب احنا بقى بنركب التقويم ازاي؟ اول ما الحاله بتجيلنا سواء سطح الاسنان كان نظيف او احنا بنعمله بنفسنا، طيب وبعد ما عملناه بنعمل تلميع لسطح الاسنان كويس جدا، وبعدها بنحط ماده اسمها الاتشنج سوليوشن. الاتش ده احنا بنحطه على سطح الاسنان يعني مده من 20 الى 30 ثانيه، وبعدين بنعمل حاجه اسمها واشنج، بنغسل سطح الاسنان كويس جدا برضه مده تتراوح من 20 ل 30 ثانيه، وبعدها نعمل دراينج، بننشف سطح السنه كويس جدا، وبعدها بنبدا نضع ماده اسمها البوند على سطح الاسنان، بس ما ينفعش ان هي تبقى كتير يعني. ثم بنبدا نحط ثين لاير من الكومبوزيت، طبقه صغيره جدا ورفيعه من الماده اللاصقه الخاصه بالتقويم، مش الخاصه بالحشوات اللي احنا بنستخدمها، خاصه بالتقويم، علشان دي بيكون ليها بوند سترينث، ليها قوه تلاصق معينه ما ينفعش ان احنا لا نزيد عليها ولا نقل عنها. ثم بنبدا نركب فصوص التقويم على حسب البروتوكول اللي احنا عايزينه، لان خلي بالكم الاستراتيجيه وطريقه تركيبنا لتقويم الاسنان دي بتختلف من حاله عضه معكوسه لحاله عضه عميقه لحاله عندها كلاس 2 يعني بروز الفك العلوي وتراجع السفلي، او العكس بروز الفك السفلي وتراجع العلوي، او حاله كلاس 1. كل حاله ليها بروتوكول معين لتركيب فصوص التقويم. يا رب كده الفيديو يكون مفيد وواضح بالنسبه لكم. اعمل لايك للفيديو واكتب لي رايك في التعليقات. سلام عليكم. باي باي.